مسلسل الورع بالحجاب، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع شيرو اللي تفاعل امبارح بستوري كشف من خلالها عن المفاجأة انه اشترى سيارة جديدة، فالف مبروك لشيرو. كمان شيرو امبارح ظهر في بناية اسامة مروة، وهذا الشيء اللي اكد شكوك الجمهور انه الحلقة راح تكون مع شيرين وسيدرا في برنامج اسامة الرمضاني. نمر ايضا الى سارة الورع اللي قامت امبارح بالتفاعل بستوري عايدت من خلاله والدتها بعيد ميلادها، وظهرت سارة الورع وهي بالحجاب لما كانت صغيرة. ننهي فقط الأخبار بستوريات المشاهير. ترى بس هلأ مكوية فعليها بقعت مي، بس تسكي هلأ بتنشف. ليك شو حلوة وجميلة. فهي هي العبارة. جيب مي من تحت. أنا كالعادة رح نفطر بالسيارة. فيك تحمله أنت كمان؟ يا بليز كمان. شكرا. هون جايبه ماي ميك اب وغراض، بس نسيت ون برودكت اللي هي كحل الورعين.